ايوه طيب، عملتي ايه بقى بعد كده؟ قلعتيه ازاي؟ بعد فضلتي لابساه بقى فضلت لابسه ست لحد سنين 6 سنين وانتي مش عايزه تلبسيه. لا خالص، كارهه جدا لدرجه اني بقول لا انا مش الشخصيه دي خالص، وفي نفس الوقت مش عايزه اروح اخلعه من وراها مثلا، لان انا كده حاولتي تعملي كده؟ حاولتي تبقي خارجه مره وتقلعيه؟ حاولتي تبقي خلعته مره في المدرسه، بس هي كانت عارفه مش من ورا يعني بره. اول لما اكون انا رايحه المدرسه بروح بالحجاب، اول ما بدخل المدرسه اخلع الحجاب، هي كانت عارفه ده. تقول لي ماشي، هي مدرسه بنات، خلاص مفيش مشكله. بس انا حسيت انه لا ده حقي، انا مش بختلس حاجه علشان خاطر البس اما قلعتيه حجاب بره حسيتي وجوه، بايه؟ لا حسيت بحاجه كتير. حسيت اولا انه انا الشخصيه اللي من بره هي اللي من جوه. حسيت انه انا قادره اخد قراري بنفسي، قادره ان انا يعني ده شكلي عاجبني، دي حياتي انا حره فيها. انا تغريد، هي اللي بتقول الكلام من بره، هي الشخصيه اللي من جوه. لكن قبل كده كنت حاسه شيزوفرينيا، اللي بتقول الكلام ده مستحيل هي اللي بالشكل ده. ماشي طيب، هرجع لك مرة تانية يا دكتور دينا. احكي لي عن أكتر حالة عنف شفتيها لواحدة اتفرض عليها الحجاب فرض. في واحدة عندي بتقول إن هي لبست الحجاب من وهي عندها 6 سنين، وبعدين أهلها فرضوا عليها النقاب من وهي عندها 16 سنة. بتقولي إحنا عندنا في العيلة كده، الواحدة تتحجب 6 سنين 6 سنين تتنقب 16 سنة، تمام؟ فهي لما اتنقبت كان عندها مشكلة في التنفس، فما قدرتش تستحمل النقاب خالص، فحاولت معاهم إن هي تقلع النقاب وليس الحجاب، يعني إن هي تقلع النقاب وتكتفي بالحجاب بس. فرفضوا، قالت لهم إن هي بتتعب وبيغمى عليها، رفضوا برضو. فجت في يوم حبت ان هي تاخد القرار، فراحت قلع النقاب وخرجت من غيره، اتضربت واتحبست في البيت 4 سنين. 4 سنين 4 سنين ما بتخرجش من البيت خالص عشان خاطر ان هي قلعت النقاب. فدي طبعا حالة. يعني في واحدة تانية اخوها لما قالت ان هي قلعت الحجاب قال لها لو قلعتيه هكسر لك رجلك. في واحدة تانية لما قالت لباباها انا عايزة اقلع الحجاب قال لها يبقى تروحي بكرة الكنيسة وتغيري ديانتك. اتقالت لي برضه على يعني فكرة حاجات الكلمة دي. كتير، يعني كل دي مقالات، يعني كل دي حاجات كل انت دي قصص كتبتيها حقيقية. من البنات اللي حكاوي حاكينها، البنات من اللي حاكين. البنات. في قصة تانية، واحدة جوزها منع الأكل تماما معاها، منع النوم جنبها تماما، بقى ينام في أوضة الولاد وبقى مقاطعها وبقى مش بيكلمها تماما، وبيقول لها أنا مش راضي عنك لأنك خلعتي، وابتدى يأثر على الأطفال وابتدى يأثر على البيت. في واحدة تانية جوزها منع عنها المصروف تماما في البيت عشان خاطر هي مش محجبة وهو عايزها تتحجب، فلما رفضت ان هي تتحجب مبقاش يديها مصروف خالص. في واحدة تانية سيبها، جوزها ساب لها البيت وساب لها الولاد، وفضلت في من غير سنتين ما بيصرفش على اولاده ولا بيشوف ولاده عشان خاطر ان هي قلعت الحجاب. فليه العنف المبالغ فيه ده؟ اذا كان هو فعلا حرية شخصية، وحتى لو افترضنا ان هو فرض ديني، فالدين لا اكراه فيه، لا اكراه في الدين. فمنين ان انا يعني بتكلم ان احنا بندعو بالحسنى وبندعو بالسماحه وان الانسان لازم ياخد قراره بنفسه عشان خاطر ما يرجعش فيه؟ طب بس تتعامل ازاي البنات مع التحرش اللي موجود في الشارع، مع النظرات اللي بتبقى حلو قوي، انا مبسوطه بالكلام ده. مثلا بيقولك انا ببقى ماشيه في الشارع ومش عارفه ده يبص لي وده يعمل فيا ايه وده يعمل فيا ايه ده السبب الرئيسي بقى في ايه؟ فطب البنات السبب بتحاول الرئيسي. تلبسه عشان حتى ان هي لا، في ما ناس كتير بتفكر كده. الكلام ده مش صح، لان في الخمسينات والستينات كانوا الستات كلهم تقريبا بنسبه بس كان في 99% اخلاق. ما كانوا. الله ينور عليكي، هو ده بقى الكلام اللي انا بتكلم فيه دلوقتي. ايه؟ ان احنا في ال40 سنة اللي فاتت ابتدى كل حاجه تتعمل على البنت، ابتدى يبقى فيه ارهاب للبنت من تحت لتحت، ان البنت هي السبب، ان البنت اللي بتتعاكس السبب لبسها. الشاب بقى بيتغذى في عقله ان انت من حقك، وبفتاوي دينيه كمان، ان انت من حقك تتعاكس البنت الغير محجبه، ان انت من حقك تتحرش مفيش بالبنت. فتاوي دينية طلعت قالت في كده؟ شيوخ، في شيوخ قالوا ان البنت الغير ملناش دعوة محجبه بالشيوخ، هندعو اسقطت عنها، بالأزهر. في اسقطت عنها الرخصه بتاعت الدين ان هي مش محجبه، فاسقطت عنها الرخصه، فمن حق اي حد ان هو يبص لها. فانا لما اسمع لا ده شاب الكلام حاجه ده زي مين كده، قال الكلام في ده؟ فتاوى بتقول كده. فتاوى من مين قالها؟ ما هو مش أي فتوى أي حد يقولها أنا أصدقها. لا الفتوى دي على فكره موجوده ودوري عليها، وكانت من شخصيه من الشخصيات مش دعوة المشهوره يعني. بالشخصيات، ما أنا بقول لك أنا بسمع الفتاوى انا مش عايزه بتطلع اقول من اسماء الأزهر. معينه يعني، طيب يعني بس هي الفكره ان في ده، في شيوخ كتير جدا، في منابر جوامع كتير جدا حرضت على البنات وحرضت، والشباب اللي بيعملوه وهم حاسين ان هو بغطاء ديني، ان انا يعني ارهب البنت وان انا اتحرش بيها عشان تروح تتحجب غصب عنها. طيب.